السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المهندسين والطلبة أيضا. طبعا هاي المحاضرة جدا جدا مهمة، طلبت من عندي كل شوي ست لحد الآن تحكي لنا الأسبشن، احنا محتاجين التطبيق الواقعي، شو احنا إذا عندنا خرائط GIS خرائط خاصة بالأنهار محتاجين انه ننفذها، يعني مو بس ناخذ نرسم نهر، يعني كل اللي تعلمناه قبل أو سابقا شلون أني استخدم برنامج الهيكراس ارسم اني نهر وانطي الفرضيات الخاصه بي. تقريبا هذا كان تعليم اولي وهو المهم، هو الديزاين الاهم، لان كل هاي الابلكيشن تحتاج تطبقها بالانهار الواقعيه وتضيف عليها الداتا او تصمم انت تصمم فد شيء. بس حاليا اليوم وهي اهم فقره تقريبا، اني من اريد اشتغل بجميع البروجكت خاص انهار غيرها، المفروض اخذ فد بروجكت واقعي، فاحتاج خرائط الجي اي اس. طبعا اليوم ما راح اتعبكم اني، اذا عندكم مشكله طبعا انت اكيد لما تجي تصمم اذا كنت مهندس موقع او تاخذ خرائط الجي اي اس من المكان اللي انت يعني دا تشتغل به، او اذا عندك فد سيرش او عندك فد كيس ستدي. بس اذا انت كنت ناوي تشتغل على فد يعني مكان معين ومو متوفر عندك خرائط جي اي اس وتحتاجها، اذا حابين هذا الشيء تكتبوا لي بالكومنت، راح اعلمكم على طريقه كلش حلوه انه اني اي مكان اريده ضمن البناء التحتيه بالجوجل ساتلايت، احنا بس ندز اعلمكم شلون تدزون ايميل لمنظمه الجيش الامريكي اللي يعتبر الهيكراس هي اللي مصدرته والبروسيسنج إله، نعلمكم شلون تكتبون حاليا. مثلا احنا عندنا الخرائط الاسترالية anything يعني لا على التعيين، شلون احنا كتبناها الاستراليان اليفيشن داتا، بعد ذلك ندخل على المكان مثلا هنا اكيد نختار حسب الناشونال اليفيشن يعني شلون الخريطة الوطنية الاصلية لهم، فندخل عليها مثلا ونفوت هنا اي مكان اني احتاجه اني اريده اوفر الداتا الخاصه بي، اعلمكم شلون تدزون ايميل. اذا عندك انت خرائط جي اي اس مجهزه من مكان اللي انت تريد تعمل بيه، اوكي اتس بيرفكت. بس اذا تريد تتعلم خطوه، انا ما راح اعلمك شلون تستخدم او تنتج خرائط جي اي اس، ما راح اعلمك طريقه انه انت تنزل لارض الواقع، يعني ما راح اعلمك انت تكون شلون كمهندس مساحه، لا شلون تجيب الخرائط الجي اي اس من هندسه المساحه. فاذا انت تحتاج خرائط وطنيه او خرائط مثلا انترناشونال، وفي عملك مثلا كان يكون كيس ستدي مالتك تخص فد نهر مثلا في كندا، او انت تريد تدرس السكورنج او السيدمنت في مثلا فد بحيره او نهر بفلوريدا بامريكا، فممكن تقول انه هاي الداتا اذا كانت انترناشونال شلون اني اقدر احصلها، او ممكن اذا انت يعني الداتا تحت ايدك اوكي اتس بيرفكت. بس اذا كانت الداتا مو تحت ايدك اقدر اني بامكاني اذا طلبتوا من عندي هذا الشيء بكومنت انه اعلمكم شلون راح تدخلون تدزون ايميل للهيكراس سبورت وتطلبون الخريطه او الداتا اللي انتم تردوها ضمن المكان المحدد. مثلا انا هنا اختار اي لاير ضمن يعني الخرائط الاستراليه او الموقع الطوبوغرافي الاسترالي، واقدر احدد يا مكان بالضبط اي تشيك بوينت، كل مكان اقدر احدده اني وادز بي ايميل خاص راح توصلني الداتا كامله خصوص هذا اللوكيشن اللي انا طلبته. فاذا تحتاجون هالشكل معلومات انفورميشن اوكي نعمل عليها فيديو. واذا انتم متوفر عندكم الداتا او متوفر عندكم الكيس ستدي او تعرفون لهذا السيرش اوكي اتس بروبلم نو بروبلم، ما حنحتاج بهذا الموضوع. فانا ان شاء الله اليوم راح اركز لكم على الهيكراس شلون حاستخدمه بالجي اي اس، وشون اقدر اني شلون مثل ما نقول انه اسوي فد انكم لخرائط الجي اي اس داخل البرنامج، يعني طريقه انه شلون اجلب الخريطه وشلون احضرها. ارجع واقول اذا كانت متوفره عندك تلقائيا او موجوده هي اصلا من الكيس ستدي انت ماخذها من دائره معينه من مهندسين المساحه جماعه الجي اي اس اوكي اتس اوكي. بس اذا انت كنت ما عندك هاي الانفورميشن عن هاي الكيس ستدي اللي انت حتدرسها،
أو مثلاً كأن تكون بدولة ثانية. يعني إذا أنت مثلاً كنت من مصر أو تحتاج فد معلومات أو مثلاً خرائط GIS الخاصة مثلاً بنهر النيل، أو كنت أنت بالعراق no problem أي مكان، فبإمكانك تستعين بمراكز علم المساحة، أبحاث المساحة الموجودة بولايتك أو ببلدك، أي يزودونك على أقراص CD كل الخرائط اللي أنت تحتاجها. لكن إذا أنت ما توفر لك هذا الشيء، ما توفر يعني ما تقدر تتحصله من الريسورس الأصلي، أو أنت كنت تتطلب فخرائط GIS لمكان معين مو ضمن بلدك، يعني مو ضمن الرقعة الجغرافية، بحيث أنت يكون لك كنترول على فد مكان أنت تراجع أو تحصل به من هذا الريسورس باعتبارك أنت أكاديمي أو مهندس عمل أو كذا. فشلون نحصلها؟ قلت لكم عن طريق الانترنت، المكان تحدده أنت اللي تريد بالضبط من عنده، وندز إيميل كمركز، نسوي سين كمركز لمركز الدعم الخاص بالهيكراس خلال يوم أو يومين مو أكثر، أو مرات حتى 45 دقيقة يجاوبونك، يردون عليك بالإيميل ويزودونك برسالة خاصة بهم إنه المعلومات اللي أنت تريدها الخرائط كلها يدزولك إياها، أما ملفات كاملة كملف PDF just like this إذا تشوفونه بالأسفل هنا حملته أنا من عندهم قبل يومين، أو بالأحرى بإنه لا يدزولك الرابط خاص تدخل عليه وتحمل من عنده انت الخريطة اللي انت كنت محتاجها. هذا تقريبا البارت الاول، انتهينا من عنده شلون اني اوفر الخرائط اللي احتاجها. فاذا كانت ما عندكم مشكلة لحد هنا، فاحنا ننتقل للبارت الثاني شلون راح نستخدمها بالGIS. اذا نستخدمها العفو بالهيكراس، اذا ردتوا انتوا ان شاء الله شلون انه اتوسع بهاي الديتيلز والتفاصيل، او استخدم برنامج الهيكراس نفسه المركز الدعم انه يزودني بخرائط او RIS mappers احتاجها، فاني بامكاني انه اسوي لكم حلقة فيديو بخصوص هذا الموضوع وراح تفيدكم ان شاء الله. هسه هنا ان شاء الله اليوم تقريبا لحد اللي هنا نقدر نقول انتهينا، او اعطيتكم في التفصيل جدا اولي عن انت شلون تقدر تستدعي او تحصل على خرائط GIS اذا كانت ما متوفرة عندك. اذا اردت تفصيل اكثر كتبولي بالكومنت، وان شاء الله راح اسوي لكم فيديو خاص عنه. ما اوصيكم سبسكرايب واشتراك، واتمنى القناة راح تكون طبعا بغض النظر عن كانت اي شكل من اشكالها، بس اتمنى تدعموني بهذا الشيء، كل زملائكم المهندسين بالتخصص. بالمناسبة القناة راح تتنوع وتتطرق أيضا إلى تيتشينج، تعليم برامج هندسية أخرى، وأيضا راح نتطرق حتى إلى برامج الوورد والأكسل، برامج الأكتيف ليرنج، التعليم الإلكتروني، كلها إن شاء الله راح نتطرق لها. فأتمنى من عندكم أنه تدعموني داخل القناة. هسه إن شاء الله نرجع نكمل. هنا راح افتح البرنامج الخاص بي اللي هو برنامج الهيكراس. اليوم ان شاء الله راح نسوي ملف خاص بهذا الموضوع. طبعا قلنا احنا بالبداية اول ما نروح للاوبشن، اذا تذكرون اول محاضرة كنا ماخذينها بالهيكراس ومنزليها طبعا محاضرة lecture number one. So اروح لهنا اليونت سيستم، انطي انه set okay as you confirm a new project okay، انه لازم احدد اني النوع الوحدات اللي مستخدمه. بعد ذلك راح على فايل نيو بروجكت، اسمي نيو بروجكت، هذا مثلا راح استخدم به فتح خريطه معينه للجي اي اس، اسمي انيثينج كان يكون جاست ماي نيم هاله اوكي تمام. بعد ما انه انطيته، بالمناسبه اخذ الاسم الثاني هنا، هاي ممكن يكون انترفيو سريع لك انه بخصوص هذا الموضوع اوكي، انه دي ينطيني هاي النوتيفيكيشن انه حنسمي بهذا الاسم تمام. هسه نرجع لهنا، بعد ما سوينا ما نروح نحتاج الى خطوات انه اني امشي اديت اضف انه اني ارسم اللي تعلمناه قبل اني ارسم، لا هذا صحيح تعلمناه من الاوبشنات اللي كلنا نحتاجهن، خاصة من اريد اصمم اني، يعني مثلا اني اريد ادرس فالظاهرة معينة بمثلا نهر النيل، او كانت نسبة سكورنج عالية، او نسبة فيضان عالية، واريد اصمم اشوف اني اذا اضفت فد بوابة معينة هاي البوابة راح يكون لها فد بنفت عالي، فاجي اسوي على نفس النهر ديزاينات واضيف اي اوبشن اني احتاجه وانطيه تحليل واشوف النتائج.
بحيث إذا طلعت النتائج إيجابية وبرفكت ممكن تفيدني أروح لها، لأن يعني الأنهار مو ديزاين، الأنهار أكثرها هي فت ناتشرال موجودة، يعني أصلاً بطبيعة الكون موجودة، بس إحنا نسوي عليها إمبروفمنت، نضيف عليها فت منشآت هيدروليكية، منشآت إحنا نصممها. يعني إحنا الأنهار ما نصممها، إحنا اللي إذا ردنا نصمم مثلاً فت كانال، الشانل الطبيعية موجودة، فممكن نسوي هيد ريجوليتر، كورس ريجوليتر، نضيف ستولن بيسن، بوابات، منشآت هيدروليكية ممكن نسيطر على الفيضان كأن تكون السدود غيرها، منشآت تحويل، أي منشآت ثانية يعني احنا نقدر نضيفها على هذا المقطع النهر او غيره. فاني اجي اليوم راح استخدم، فاقدر استعين بهاي الاوبشنات. لكن احنا تعلمنا البداية اذا كان يعني من رسمنا نهر كان نهر افتراضي واشتغلنا عليه، لكن اليوم راح هاي محاضرتنا اللي تعتبر كلش امبورتنت راح نتعلم الاكتشوال الواقعي. يجي هذا الخيار، اوكي هذا الخيار امامك، اما تروح لمهناية جي اي اس تول ار اي اس مابرز اور من هاي قائمة الشريط المختصر تختارها. بعد ما تختارها من هنا تروح على تولز بالمناسبة بامكانك ان تسميه، اوكي ازيو لايك، او هو نفس الاسم محفوظ هنايا. نختار تول سيت بروجكشن فور بروجكت. هسه بعد ذلك راح ندخل الخريطه اللي انا مختارتها اللي حملتها لكم. فهسه نروح سيفته هنا. I think that so just a minute when I download it or upload this. اوكي حملتها. طبعا لما تحملها انت حينطيك انه الاعازات اللي خاصه بيها، بعد ذلك تقول انت اوكي. بعد ما نطيت اوكي له راح تروح على اول خيار خاص بي، وهو لهنا تروح على هذا الخيار. انت استعرفنا اول خيار انه اني استدعي خريطه الجي اي اس الخاصه بالعمل. بعد ذلك شنو اسوي؟ الخطوه رقم 2. الخطوه رقم 2 حأكبر لكم الشاشة حتى تشوفون يكون أمامكم العمل واضح. الخطوة رقم 2 راح أنت تستعين تكمل. أول خطوة إليك create، راح تنشئ new trainer خاص بهاي الخريطة اللي أنت حتستدعيها. بعد ما تقول نعم نضيف إحنا trainer خاص بي، أوكي أنا دخلت يعني الداتا الريسورس اللي أخذتها أنا مال الجي آي إس. تعرفون هي توفر، يعني انت من ترسم او خاصه مهندسين اللي مستخدمين الجي اي اس، انت تتوفر لك صوره واحداثيات على هذه الصوره او هاي الفوتو، كأن تكون مثلا احنا كنا ناخذها بالخرائط يسمونها مفتاح الخريطه. اوكي سو انت لما تستدعيها تحتاج الفوتو الخاصه بها، وتحتاج الاحداثيات او الانفورميشن الموجوده على هاي الخريطه. فاول شيء هدخل الاحداثيات الموجوده. هسه راح نجي ندخل صوره الخريطه بالضبط، فراح نعطي اد اضافه. بعد ما انطينا اضافه نروح على نفس المكان اللي مخزنينه احنا به. طبعا هو حيدز لك الملف كامل هياته ار اي اس مابرز. سو هاي تمام عيني حملناها. هسه نقول لك كرييتد، اوكي حملناها نو بروبلم. طبعا دي اقول لك حملت لك بصيغه اي صيغه جي بي جي. سو كرييتد اوكي يس. طبعا هنا دا ينطيك انه دا يسوي بروسيسنج، فتكمل اول تاسك اللي هو كومبيوتد من تاسك، بعدين التاسك الثاني ايضا يكمل دور ينطيك ترينر كومبيوت. تقول لك كلوز ماشي عيني. بعد ما قلت لك كلوز من هنايا هسه راح نجي نستدعي هاي الخريطه اللي احنا سويناها. شلون نستدعيها؟ نضغط على ترين، بعد ذلك هياتها موجود هنايا، راح نقول زوم تو لاير. هي ممكن انشات لكن في مكان بعيد. مجرد ما تقول لي انه انت الخريطه اللي استدعيتها لي هنا انه تجي بهاي المكان او مساحه الرسم، سو جاست لايك ذس. اوكي هنايا جت الخريطه هسه الموجوده،
تشوفون لمقطع نهر موجود باستراليا، انه الخرائط اللي طبعا هاي ضمن غابات الامازون. اذا تبدون بالمناسبه هذا منطق الاحداثيات او احنا نسميه بمفتاح الخريطه الخاص بها، يعطيك كل مكان. هنا منطقه جبليه، هنا كان نوع من المناطق الخضراء غيرها، كل شيء يزودك انفورميشن محسوب بهاي النهر او بهذا مقطع النهر. تمام عيني. هسه نوصل للخطوة الثانية بعد ما استدعيناها. بالمناسبة نقدر نستخدم الخواص الخاصة بها، انه انا اقدر أأشر عليها، ممكن اقدر استدعيها لهنا، كل شيء اقدر انه اسويها. نجي اقدر اصغرها او اكبرها ازيو لايك، يعني هذا الشيء يكون راجع لك. بعدين هسه نجي على الخطوة اللي بعدها، شلون انا راح اقدر اضيف الخواص او اطلع، يعني شلون اجد الانفورميشن الخاصة بهاي الخريطة اللي أنا نزلتها. راح شو تكون؟ تكون نروح على الخيار اللي قبله ماب لاير. هسه راح نستدعي الطبقات اللي خاصة بها. بنجي هنا أول شيء add و راح نضيف هسه الطبقة الخاصة بها من الجوجل. تمام عيني. هسه نرجع هلا هنا يكون لي فوق just a minute can you give me a minute so اوكي جوجل ماب اور اني ثينج انت تستخدمه بحيث تستدل عليها عن طريق الويب سايت الخاص بها. اوكي جوجل رايت سو اوكي هي اللي تشوفونها تقريبا تكون واضحه امامكم. نرجع على الخطوه اللي بعدها بعد ما سوينا لها. هسه نرجع على الخطوه اللي بعدها واللي تعتبر تقريبا هي اهم خطوه. هنا أيضا راح نجي نبين الإحداثيات الخاصة بهاي الخريطة، شلون أقدر أنا أنزل كل الإحداثيات الخاصة بها. So نرجع هنا هسه شلون أنا أريد أمثل لأي مكان، أطلع مثل ما نقول أرسم لي الترينر الخاص بي. بمناسبة تضغطون هذا الأوبشن اللي موجود بالأعلى مجر ديستنس، قيس المسافات، ماشي عيني؟ هنا هذا تضغط عليه. بعد ما تنطي هذا الاوبشن تضغط عليه، هنا راح يتحول وكانه الاوبشن الخاص بي بعلامه البلس. نروح على اي مكان اني اريد احسب المسافه اللي خاصه بي، انطي نقطه البدايه مثلا كاني نقول لهنا وانطي لهنا. طبعا حيقول لك المجر لاين انت طول الخط ينطيك اياه بالضبط بالمتر ايش قد انت شو تريد ترسم من عنده، الكوبي كوردينيت يطلع الاحداثيات اللي خاصه بيه ولا بلوت ترينر بروفايل كانك ترسم انت المقطع الطولي اللي خاص بيه. وكنا قبل نرسمه بالمقطع النهر الاعتيادي بالريزلت بعد ما نطلع النتائج الاوتلاين. فهسه هنا ما نحتاج تلقائيا نقول له بلوت ترينر بروفايل. بعد تلاحظون هذا رسم الترينر اللي خاص بي. بالمناسبة ينطيك الاليفيشن مع الستيشن، واخذنا هذا الرسم سابقا ورسمنا شلون نطلع الاليفيشن، بس كنا الرسم اللي ناخذه مثل ما نقول نهر افتراضي مو اكشوال وواقعي. بالمناسبة بامكانك النتائج تخرجها على شكل داتا رسم، او بامكانك على تكون على شكل تيبل. بالمناسبة ينطيك هنا الستيشن والاليفيشن بالفيت، ماشي عيني؟ او انت تحول للمتر ازيو لايك، يعني نو بروبلم، اي اختيار انت يحول لك النتائج الخاصه بي، او بالبلوت لما تكون رسم بهذا الديزاين او بهذا الشكل. بعد ما انت تقدر هسه عرفنا شلون نطلع الترينر او ترين لاي مكان اني احتاجه، ما عندك مشكله لهنا تقريبا. بعد ذلك الاوبشن اللي اني اقدر اضيفه كان يكون بروفايل لاين، شلون راح اقدر اضيف بعض الاوبشنات الثانيه؟ نرجع نكمل وياكم. شلون اني اقدر بالريزلت استدعي او اسيف مثل اريد نتائج في مكان معين ضمن النهر؟ اول شيء نروح نسلك لهذا المكان، نختاره مثل ما تعلمنا بالمناسبه، حتى انه ينطيك الكوردينيت وانت تمشي بالمكان بالضبط. خلينا نقول من هنا نختار نو بروبلم، من هنا هنقول له سيف Add as save profile line. بعد ما نقول له سيف راح يقول لك انطيني اسم هذا المكان اللي انت اختاريته حت سيفه. يعني انت تقدر مثلا انت خلال عندك مثلا فت خريطة GIS بها مقطع النهر الطولي كله، انت يجوز الكيس ستدي مالتك تشتغل مثلا على كروس ريجوليتر، على انه مقطع نهر تريد تضيف بيه ستيلن بيزن. يعني انت ما تشتغل على النهر كله، لا تشتغل في مكان معين انترسكشن او في مكان دا يصير بنسبة سيديمنت كلش عالي، وتستخدم مثلا احد منشآت اللي انت
ممكن للترسيب او تقلل الترسيب داخل النهى وتشوف كفاءتها وبرفورم لها. فانت لما تدخل الخريطه بالكامل انت يجوز تحتاج فقط هذا المقطع من هنا لهنا تدرس بيه السيدمنت. فمن نختار هذا المقطع نسيفه كان يكون جاست تو تو. بعد ما سيفته هنا نقول له اوكي بالمناسب اقدر هنا استدعي واقول له انطيني الرسم مالته الاحداثيات اللي خاصه بيه. فهنا اضيف يقول لك استدعي لي اي ملف انت تريده فتنطيه هنا اوكي راح ينزل لك هنا فتروح على هذا الخيار اللي انت اختاريته وراح تقدر ترسم او تطلب من عنده اي شيء انت تحتاجه. بعد شغله كلش مهمه شلون اني احضر الطبقات اللي خاصه بكل يعني اوبشن. روح على اول خيار طبعا اضغط عليه لك ايمن layer properties. هسه راح على كل خيار لكل واحده. بالمناسبه تقدر تغير بالبروبرتيز الخاصه بيك ممكن تضيف بلوت كاونتر ترسم يعني مثلا الحدود الخارطه بالضبط وين هاي راح يفيدك كلش انه يطلع لك. وايضا تحدد اي خيار انت تريد ترسم الحد الفاصل الايمن تضيف اوبشنات داخل الخريطه وكذلك مثلا تريد تحدد مقطع الكروس سكشن وين تضيفه بالضبط كاي مقطع انت تحتاجه تقدر تضيفه. ايضا بالمناسبه طلع لك الاحداثيات بالكامل اي شيء يعني البرنامج الهيكراس كلش راح يسهل عليك بهاي الامور جدا هواي باي شيء تحتاجه انت. فان شاء الله تكون هاي ايضا تقدر تحصل السورس فايل يعني انت تقدر الفايل اللي اكملته تسيفه يعني اي بيانات اي داتا تشتغلها هنا او انه حينطيك هو مثلا لمقطع النهر هذا اذا كانت متوفره ضمن الاحداثيات يعني حتى مو كأن تكون بس كقياسات نهريه ايضا تستفاد من عندها كقياسات مطريه. يعني تعرف انت من تصمم اي مكان تحتاج التحريات هيدرولوجيه وتحريات جيولوجيه فاغلب الخرائط يعني اقصد بها كانترناشونال يعني المحدثه دوليا دائما يشتغلون وياخذون كل هاي الامور بنظر الاعتبار. فانت تقدر ايضا تستدعي كل المعلومات الهيدرولوجيه قياسات امطار فيضانات او ايضا التصميميه الموجوده بهذا النهر يعطيك كل تحديث موجود يعني ده يعني انا اي نقطه هسه حاليا اختارها اقدر اعرف بهذا السكشن شنو نوع المنشأ اللي قائم هل هناك سد هل هناك مثلا فتح حوض تسكين هل هناك فد نوع من السدود الغاطسه اي شيء اقدر اعرف الموجود حاليا لكن كان يكون الموجود حاليا مثلا مدى يلبي طلب كامل او ظهرت مشاكل مستقبليه او اني اريد اضيف في نوع من عمليات انه تقليل تلوث وين اقدر استفاد منها بحيث مثلا ما اسبب بعمليات ترسيب عاليه او ما اسبب سكورنج او نحر او ركود مثلا فكل هذا اقدر اني اضيفه. فدائما اذا تشوف انت الخرائط الاستراليه الكنديه امريكا وخرائط اغلب دول العالم التحديث يكون بها بشكل سنوي دائما يضيفون اذا اي منشأ قام في هذا المكان ينضاف تحديثه بالكامل. وايضا اللي يدرسون اغلب يعني المهندسين اللي يروحون يدرسون دائما باتجاه الخط الزلزالي يعني احد من يجي يصمم منشأة هيدروليكي يعني كأن تكون خاصة المنشآت الضخمة اقصد بها المنشآت مثلا يعني خزن المياه كأن تكون السدود عفوا هاي منشآت جدا ضخمة وتصميمها ضخم. فأنا من أحتاج ما أحتاج بس دراسات هيدرولوجية ودراسات جيولوجية لا أحتاج أيضا الدراسات الزلزالية بهذا المكان. فأيضا يوفر لك الخرائط الجي آي إس من تستدعيها هنا يعطيك أيضا نشاط الخط الزلزالي. طبعا بالمناسبة في كلش هواي أوبشنات ما حنقدر إحنا نكملها كلها بمحاضرة واحدة إن شاء الله قدرت إنه أوفيكم بجزء كلش بسيط. ما أوصيكم أيضا أنه أي طبعا بالمناسبة أي استفسار إضافة معلومة شيء تحتاجونه آخر كتبوا لي بالكومنت وبعد ما أشوف طلباتكم على الكومنت أقدر على كل كومنت إذا كان مختلف أسوي لكم حلقة فيديو خاصة بي. إن شاء الله نشوفكم بألف خير. طبعا أعتبر هاي أهم محاضرة لأنه كل الأوبشنات اللي أخذناها سابقا تقدر أنت تطبقها بس تحتاج إلى خريطة واقعية. هسه عرفنا شلون نقدر نستبعد الخرائط الواقعية شلون أقدر أضيف عليها أي منشأ أنا أحتاجه. شكرا جزيلا نلقاكم على ألف خير. وأي أتمنى أنه كتوصية أخيرة ما تنسون تدعموني بلايك وسبسكرايب.
دمتم بأمان الله وحفظه.